السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل معكم سلسلة تمارين الاشتقاق وتطبيقاته. إذا في هذا التمرين هذا فغنحاول نشوفوا كيفية حساب الاشتقاق على اليمين والاشتقاق على اليسار في نقطة، وكذلك كيفية تحديد معادلة نصف مماس لمحادلة على اليمين وعلى اليسار في نقطة. إذا نبدأ على بركة الله بأول سؤال. إذا نعتبر الدالة F معرفة كالتالي: F لـ X تساوي X أس 3 زائد القيمة المطلقة ديال X. أحسب ليميت ديال F لـ X ناقص F ديال 0 على X ناقص 0، X يؤول إلى 0 بلس. إذا يعني غادي ندرسو الاشتقاق على اليمين في الزيرو. عندنا واحد الدالة F لـ X كتساوينا X أس 3 زائد القيمة المطلقة ديال X. حنا كيبان لي القيمة المطلقة، إذا قبل ما نبدا نحسب الاشتقاق فخصني نحاول نبسط داك الكتابة. شنو كتعني نبسط داك الكتابة؟ يعني داك القيمة المطلقة نحيدها. كيفاش غادي ندير نحيد القيمة المطلقة؟ حتى كنعرفو بأن القيمة المطلقة ديال إكس كتساوي لنا إكس إلا كانت إكس عدد موجب، وكتساوي ناقص إكس إلا كان إكس عدد سالب. يعني إلا درنا واحد الجدول وبغينا ندرسو الإشارة ديال إكس فنلقاو كتنعدم في الزيرو، هنا موجب وهنا سالب. يعني إذا كانت عندنا القيمة المطلقة ديال إكس فما بين مولا فيني وزيرو غتساوي لنا ناقص إكس، في الزيرو غتنعدم، وما بين الزيرو و بلس فيني غتساوي لنا إكس. إذا القيمة المطلقة ديال إكس كيمكن لها تاخد جوج ديال القيم، إكس ولا ناقص إكس. إذا الدالة كيمكن لي نكتبها على هاد الشكل هذا: f دو x تساوي x أس 3. إذا إلا كانت x أكبر من صيرو فالقيمة المطلقة ديال x راه كتساوي لنا x، وإلا كانت x أصغر من صفر فراه القيمة المطلقة ديال x كتساوي لنا ناقص x. دابا غادي نحسب الاشتقاق. إذا ليميت غادي نعوض. دابا عندنا الدالة مكونة من جزئين، حنا عندنا كنحسبو النهاية في الزيرو بلس، يعني خصني ننتبه زيرو بلس هي هادي، يعني إكس أكبر من صفر. إذا غنستعمل التعبير الأول ديال الدالة. إذا إكس أس 3 زائد إكس ناقص إف ديال صفر. إذا إف ديال صفر إلا حسبنا إف ديال صفر غادي نعوض، هي صفر أس 3 زائد صفر، إذا هي صفر. إذا ناقص صفر يعني بلا ما نكتبوها على إكس ناقص صفر اللي هي إكس. إذا عند التعويض فغادي نلقى واحد الشكل غير محدد. إذا خصني نحيد الشكل غير محدد وذلك باستعمال تقنية التعميل. إذا نعملو بإكس غيبقى لنا إكس أس 2 زائد 1 على إكس. إذا كنختزلو بإكس كيبقى لينا ليميت ديال إكس كاري زائد 1 زيرو. نعوض، إذا هي صفر أس 2 زائد 1 هي 1. إذا هاديك الواحد فراه هي إف بريم دغوا ديال زيرو، يعني العدد المشتق على اليمين في الصفر. إذا كاستنتاج F قابلة للاشتقاق على الصفر أو على اليمين في أو عند x0 كتساوي لنا 0. بنفس الطريقة غادي نديرو الاشتقاق على اليسار. إذا ليميت إف لي إكس، إذا عندنا الشقاق على اليسار يعني إكس أصغر من صفر، إكس أصغر من صفر. إذا غنديرو نستعمل تعبير تاني، إذا إكس أس 3 ناقص إكس على إكس. ليميت بنفس الطريقة غادي نعمل، إذا هي إكس مربع ناقص 1 على إكس،
اختزلوا ب x غادي يبقى x مربع ناقص 1، نعوض إذن ناقص 1، وناقص 1 هي العدد المشتق على اليسار في 0. إذا النتيجة f قابلة للاشتقاق على اليسار عند x 0 كتساوي لنا 0. السؤال الموالي طلبوا منا ندرسو قابل الاشتقاق f في الصفر. إذا لقينا بأن الدالة قابلة للاشتقاق على اليمين في الصفر، لقينا كتساوي 1، إذا كتساوي لنا 1، وكذلك لقينا قابل الاشتقاق على اليسار، وبالتالي فلقينا بأن f بريم ضهوة ديال 0 كيساوي 1، و f بريم جوش ديال 0 كيساوي لنا ناقص 1. إذا لدينا f بريم جوش ديال 0 يخالف f بريم ضهوة ديال 0. إذا باش تكون دالة f قابلة للاشتقاق في واحد العدد، خص العدد المشتق على اليمين يساوي العدد المشتق على اليسار، حنا لقيناهم مختلفين، وبالتالي الدالة غير قابلة للاشتقاق. إذا f غير قابلة للاشتقاق عند x 0 كتساوي لنا 0. السؤال الرابع، معادلة نصف مماس منحنى الدالة f على اليمين عند x 0 كتساوي لنا 0. إذا الصيغة العامة للمعادلة كتكتب لها الشكل هذا، y كتساوي لنا f بريم ضوء x 0 x ناقص x 0 زائد f ديال x 0. إذا نعوض، إذا عندنا f بريم ضوء ديال 0 x ناقص 0 زائد f ديال 0. إذا عندنا y f بريم ضوء 0 كان كتساوي لنا 1 x ناقص 0 زائد 0. إذا فكتساوي لنا x، فهذه هي معادلة نصف مماس منحنى الدالة f على اليمين عند 0. بنفس الطريقة نصف معادلة منحنى الدالة f على اليسار. إذا الصيغة العامة كتكون على الشكل هذا، f بريم جوش ديال x 0 x ناقص x 0 زائد f ديال x 0. إذا x 0 هو 0 بالنسبة لينا، إذا f بريم جوش ديال 0 x ناقص 0 زائد f ديال 0. إذا نعوض، عندنا ناقص 1 x ناقص 0 زائد 0، إذا y تساوي ناقص x. إذا هذه معادلة نصف مماس الدالة f على اليسار عند 0. السؤال الأخير هو، ماذا نسمي النقطة A 0 f ديال 0؟ إذا بما أن f بريم يعني العدد المشتق على اليسار يخالف العدد المشتق في الصفر على اليمين، فإن النقطة A 0 f ديال 0 تسمى نقطة مزوات أو ميزوات، مزوات يعني هذا الترجمة ديال أونغولو يعني بوان أونغولو، في الشكل كيكون عندنا بحال الشكل هذا، يعني كيكون عندنا واحد الانكسار، كيكون عندنا مثلا المنحنى الجاي وكاين واحد الانكسار بحال الشكل هذا. إذا في هذه الحالة كيكون عندنا نقطة مزوات.